بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محافظة صلاح الدين واطلاعه على حجم الدمار الذي حل بها، وبعد كلمته التي أكد فيها أن حجم الفساد كبير ويجب أن يحارب بشكل فاعل، أبناء المحافظة الذين يعرفون أن محافظتهم الأولى بملفات الفساد والفاسدين تأملوا من هذه الزيارة أن تكون القضية على حجم الفساد الذي عاث بمحافظتهم ودمر بناها مع ما دمره الإرهاب. نأمل أنه من خلال زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة صلاح الدين أنه يتم الالتفات إلى هذه المحافظة، يتم محاسبة السراق، يتم محاسبة الفاسدين، محاكمة عادلة، ومو هالمحاكمات الشكلية اللي احنا شفناها، مجرد اتهامات ويطلع بكفالة والأموال ما تسترجع. نتمنى أن هالأموال تسترجع، عندما تسترجع لهذه المحافظة، ونتمنى أنه يكون قانون قوي رادع مانع لهذه حالات الفساد اللي احنا نشوفها حاليا. احنا اكو صدق هيئه نزاهه، خلي تحاسبهم، خلي نشوفنا عيوننا طابين للسجن، وين صارت الفلوس مال العراقيين ومال بالاخص مال محافظه صلاح الدين؟ تعال شوف المدارس كلها واقفه، المشاريع كلها متعطله، الحياه وقفت. الحزم والضرب بيد من حديد وسن قوانين رادعة ضد الفساد والمفسدين هو ما ينتظر من رئاسة الوزراء، لا سيما بعد الاطلاع المباشر على ما آلت إليه محافظة صلاح الدين نتيجة ذلك. وين المشاريع؟ وين الكهرباء؟ وين الماي؟ وين يعني حقيقة على رئيس الوزراء أن يكون حازم في مكافحة الفساد، مكافحة الفاسدين، لأنه الدولة العراقية منخورة من الداخل. بعد تصنيفها المحافظة الأولى بعدد ملفات الفساد، يأتي كلام رئيس الوزراء بعد زيارته واطلاعه على محافظة صلاح الدين بالتأكيد على محاربة الفساد الذي دمر البلاد وأوقف عجلة تقدمها. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.